أهلا بكم. طالب مجلس محافظة الأنبار بإطلاق التخصيصات المالية لمشروع إعادة إعمار وتأهيل منفذ الوليد الحدودي مع سوريا. وقال عضو المجلس فرحان الدليمي إن المحافظة جاهزة لإعادة إعمار وتأهيل منفذ الوليد الحدودي مع سوريا بالقرب من قضاء القائم. وأشار الدليمي إلى أن جميع الطرق التي تربط البلدين أصبحت سالكة وآمنة ولا توجد أي مخاطر لإعادة افتتاح المنفذ أمام حركة التجارة سوى استكمال الإعمار بعد دفع مخصصات ذلك. أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي عزم بلاده بناء 5 مدن صناعية مع العراق. وقال واعظي في اجتماع الاستثمار والتنمية بمحافظة كردستان إيران إن طهران الشريك الأول للعراق الذي تشكل أعلى مستورداته من البضائع الإيرانية، مشيرا إلى أن العراق يعد الآن الفرصة مواتية لتنمية الصادرات واجتياز الحظر الأمريكي على بلاده. من جانبه نوه مساعد شؤون التخطيط لرئيس منظمة الصناعات الصغرى والمدن الصناعية في إيران محمد علي عزيز محمدي إلى أن توفير الظروف والتسهيلات اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المشتركة على الحدود مع العراق يهدف إلى توسيع الصادرات. أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية ارتفاع إيراداتها بنسبة 117% في كردستان العراق خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير الذي أصدرته الشركة فإن شركة بيرل بتروليوم المحدودة والتي تمتلك دانا غاز 35% من أسهمها استلمت دفعات نقدية بقيمة 112 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في كردستان العراق، مقارنة بحصتها من الدفعات المستلمة خلال الربع الأول من عام 2018 والتي بلغت 18 مليون دولار. أكدت لجنة المالية النيابية أن محافظة ميسان تصدرت المحافظات الجنوبية في الخسائر المادية جراء السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد خلال الأسابيع الماضية. وقالت عضو اللجنة سهام شنون إن خسائر المحافظة جراء السيول والفيضانات بلغت 96% من الأراضي الزراعية بعدما غمرت بالمياه، ما أدى إلى تلف جميع المحاصيل الزراعية. وأضافت شنو أن خسائر ميسان تجاوزت 1,200,000 دونم زراعي حتى الآن، حيث أن الأراضي غير المتضررة لا تتجاوز 4% فقط. أعلنت وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول البرتقال بعد وفرة المنتج في محافظات ديالى وكربلاء وواسطة. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن محافظة ديالى سجلت النسبة الأعلى في الإنتاج، مبينة أن كربلاء جاءت بالمرتبة الثانية ثم واسط وأطراف بغداد وصلاح الدين، حيث حققت تلك المناطق الاكتفاء الذاتي لجميع محافظات العراق رغم انتهاء موسم جني البرتقال. ولفت النايف إلى أن المشكلة التي تواجه الوزارة والفلاحين هي السماح باستيراد البرتقال من المنافذ الحدودية رغم صدور قرار بمنعها، ما أدى إلى منافسة المنتج المحلي والإضرار بالفلاح. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.